منذ أكثر من شهر لا يزال القيادي في حزب الإصلاح بحضرموت عوض الدقيل رهن الاختطاف القسري في سجن تديره ميليشيا مدعومة إماراتيا في مطار ريان، وتتجاهل السلطات مطالب حقوقية وعائلية بالإفراج عن الدقيل الذي تم اختطافه في 25 من نوفمبر الماضي على يد أفراد من النخبة الحضرمية بعد أن تم توقيفه في نقطة تفتيش عسكرية غرب مدينة المكلا أثناء قدومه من عدن على متن حافلة نقل جماعي. والجمعة خرج الأهالي بمدينة المكلا في وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار اختطاف القيادي الدقيل ولمطالبة الجهات والمنظمات الحقوقية والدولية بالعمل على سرعة إطلاق سراحه. وطلبت أسرة القيادي الدقيل السلطات المحلية بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه، كما حملت قيادة المنطقة العسكرية الثانية كامل المسؤولية عن حياته. والأسبوع الماضي قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المماطلة في الإفراج عن الدقيل والكشف عن مصيره يحمل المنطقة العسكرية الثانية المسؤولية الكاملة عن حياته، كما أكدت أن اختطافه للمرة الثانية تعد جريمة تستوجب المساءلة. وبالعودة إلى خبر اختطاف القيادي في حزب الإصلاح عوض الدقيل في حضرموت، ينضم معنا عبر الهاتف الناشط السياسي وليد بن شبلة. مرحبا بك سيد وليد. إذن ما هي دوافع برأيك، يعني ما هي دوافع هذا الاختطاف، ولماذا ترفض القوات التي تقف وراء هذه الحادثة بالإفراج عن المختطف الدقيل؟ نعم سيد وليد بن شملان، إن كنت تسمعني. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال. نعم وليد إن كنت تسمعني. نعم مرحبا بك. إذن ما هي دوافع هذا الاختطاف، ولماذا ترفض القوات التي تقف وراء هذه الحادثة بالإفراج عن المختطف الدقيل؟ والله احنا شاهدنا، انا طبعا لا انتمي لاي حزب سياسي، واعتقد ان الدقيل تبع حزب الاصلاح، وتم اعتقاله من نقطه حسب ما شاهدنا في مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن ندين يعني صراحه ندين نستنكر انه اي عمل قبض على اي شخص لابد ان يكون عبر نطاق المحاكم والنيابات العامه، تصير عمليه يعني العمليه بشكل قانوني يعني. نعم يعني لكن ما هي الدوافع؟ لماذا تم اختطافه؟ الدوافع والله لا أعلم ما هي الدوافع يا عزيزي، لأن أنا لست تبع جهة أمنية، ولكن بحسب ما رأينا في مواقع التواصل يعني نشطاء حزب الإصلاح أدانوا استنكارنا، هو بحكم أنه عضو في حزب الإصلاح. نعم. فما ما لا أعلم ما هي الدوافع، إنما هو رجل مدني وتم اعتقاله، وجميع يتساءل يعني جميع في المجال السياسي يتساءل عن سبب اعتقاله. نعم يعني ولا نعلم ما يعني انه تم اختطافه فقط لانه هو عضو في حزب الاصلاح. اذا هل ثمة تحركات او تفاعل من قبل السلطه المحليه حول الافراج عن المختطف الدقيل مثلا؟ والله بالنسبه للسلطه المحليه في الوقت الحالي في حضرموت تعاني من ازمه سياسيه، عندنا غياب المحافظ حاليا وغياب عضو الرئاسه فريق البحسني ومحافظ موقوت الماضي، فحضرموت حاليا تعاني من فراغ سياسي، من فراغ القياده السياسيه تعاني منها الوقت الراهن، ولا نعلم ما هي المتغيرات الى اللحظه الان، فغيابهم هو يعني جعل يعني مساحه من الفراغ السياسي موجود الان، يعني لا وجود محافظ لا وجود عضو، يعني ما فيش اي يعني ما فيش جهه هرم سياسي عالي موجود في المحافظه حاليا. إذا ما كيف تتوقع مستقبل البلاد أو المدينة يعني في ظل هذه الاختطافات المستمرة سواء لأعضاء في حزب الإصلاح أو غيره؟ والله يا عزيزي الفراغ الدستوري الموجود حاليا في محافظة حضرموت شيء نتيجة طبيعية، ما يحدث الآن من إذا توجد اعتقالات تعسفية فهي نتيجة طبيعية للفراغ الدستوري الموجود حاليا في محافظة حضرموت. ونحن نطالب رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بإيجاد حل لحلول سريعة في إرجاع المحافظ أو عضو الرئاسي لكي يستطيع الحزب مثلا أو التخاطب مع جهة سياسية كبيرة يعني موجودة سلطوية في المحافظة.
نعم وضحت الصورة. أما الفراغ الدستوري هذا مشكلة. وضحت الصورة. نعم الناشط السياسي وليد بن شملان كنت معنا، شكرا جزيلا.